قصتنا الأولى من الصين، وبطلها محمد أبو نواس أو أبو نموس، هو أول شخص عربي أصيب بفيروس كورونا. قصة محمد طبعا بدأت عندما كان متواجدا في مدينة ووهان الصينية التي كان يدرس فيها تخصص علم النفس الاجتماعي بدرجة الدكتوراه. محمد طبعا بعد أن أنهى فصله الدراسي ارتأى أن يبقى في الصين لشدة تعقيد إجراءات السفر إلى غزة. طبعا أنباء كورونا كانت قد بدأت بالانتشار، لكن محمد لم يعر ذلك أي اهتمام، وقرر أن يأخذ إجازة في مدن صينية عدة، بدأها من مدينة شنزن مع مجموعة من أصدقائه. طبعا بعد بهذه الصورة نتابع محمد مع أصدقائه في مدينة شنزن، أيضا بعد ذلك انتقل إلى مدينة كوانزو وظل حريصا على نظافته الشخصية وأكله أيضا ليتجنب بذلك الإصابة، يأخذ الإجراءات الوقائية. لكن بالصدفة اكتشف أحد رفاقه في السفر وهو طالب باكستاني كان معه، اكتشف بإصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار مخاوف لدى محمد، ليتم بعد ذلك احتجاز عدد كبير من المجموعة وهو منهم طبعا، ليكتشف لاحقا أنه مصاب بالفيروس نفسه، وذلك كان في 2 فبراير الماضي. أيضا الخبر الجيد في هذه القصة أن محمد تعافى من الفيروس وخرج من المستشفى، ومحمد الآن معنا عبر الهاتف أو عبر سكايب بشكل مباشر. محمد في البداية بنرحب فيك وبنحكي لك ألف الحمد لله على سلامتك، يعني تجربة لا شك بأنها كانت تجربة صعبة جدا، بدنا نعرف منك ونستغل وجودك معنا تحكي لنا عن بداية اكتشاف المرض ومراحل العلاج. يعطيك العافية محمد. الله يسلمك. بداية اسمح لي يعني طبعا أشكرك وأشكر قناتك الإعلامية على استضافتي. طبعا في عبر قناتك بحب أطمن شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية أنه الجميع في الصين بخير، وأنه لم يسجل إصابة لفيروس كورونا إلا باستثنائي طبعا، والحمد لله رب العالمين تم شفائي بعد مرور شهر تقريبا من إصابتي. تم شفائي بفضل الله عز وجل طبعا، وفضل دعاء المخلصين من أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأهلي وأسرتي وعائلتي طبعا. طبعا كمان بفضل الإجراءات الجبارة اللي أصدرها اللي هو سيادة الرئيس الصيني شي جي بينغ طبعا، والكادر الطبي الصيني اللي قدم الغالي والنفيس. طيب. محمد كثير قرأنا عن موضوع فيروس كورونا، عن الأعراض، عن الظروف التي تحيط بالمرض المرضى وهذا المرض بشكل نظري، لكن أنت اليوم معنا نرغب بالمعرفة بشكل تفصيلي بتجربة حية، الأعراض مع ماذا تتشارك بغيرها من الأمراض؟ هناك حديث عن أنها تتشابه بالإنفلونزا العادية، هل لك أن تكون دقيق بالوصف معنا محمد؟ خليني أكون صادق معك، هو المرض سهل ممتنع، يعني المرض يكاد أن يكون مشابه للإنفلونزا بشكل عام، ولكن أكثر حدة، أكثر ألما. طبعا لا شك بأنه أنت بتتحدث عن فيروس شبه عالميا بأنه طوفان نوح الآخر قاتل أودى بحياة العديد من البشر، لكن الصين استطاعت أن تنتصر عليه مقارنة بنسبة الإصابات والوفيات والشفاء. تجد أن الصين كدولة انتصرت على هذا الفيروس رغم أن العالم كله والصحة العالمية لم تجد علاج خاص لهذا الفيروس. لا شك بأن الأعراض صعبة ومؤلمة. أنت لا تستطيع. بماذا تتلخص الأعراض محمد؟ الأعراض تقريبا بعد ظهور، يعني بعد مكوث الفيروس داخل الجسد، وهذا هو المؤلم، أنك إذا تذهب في بادئ الأمر لتقوم بالفحص لا تجد لهذا الفيروس أي مؤشرات له داخل الجسد، ولكن يتم نشاطه داخل الجسد بعد أسبوع أو 14 يوما، مما يؤثر على الصحة العام، مما يؤثر عليك شخصيا، تشعر بكأن يد تخرج الرئتين من جسدك. تمام، يعني يتركز يعني بالرئتين. وطبعا هو أصلا متعلق بالجهاز التنفسي بشكل عام، يصيب الجهاز التنفسي، وطبعا حسب يعني ما فهمت من بعض الأطباء أنه يقوم بتدمير الرئة بشكل كامل. طيب محمد بدنا مراحل العلاج اللي مريت فيها والآلية اللي وصلت بعديها
من خلالها للتحسن وأنك تشعر أنه بدأت تتعافى من هذا الفيروس؟ والله هو أنا على حسب يعني ما وصلت، أنا وصلت تقريبا في 28 يناير، كان اللي هو عبارة عن حجر صحي. في طبعا ظهرت الحالة بشكل حقيقي في 2 فبراير، وصنفت على أنها حالة حرجة قابلة للتعافي بنمط عمل الجهاز المناعي. الأمر متعلق كليا بالجهاز المناعي، كليا إذا كان لديك جهاز المناعي جهاز قوي، وأنا يعني نحن كمسلمين الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله عز وجل، نحن نمتلك طبعا الجهاز المناعي القوي، ليس ذلك بجيناتنا أو بكذا، ولكن بإيماننا بالله عز وجل، يتعلق بالأمر النفسي، يتعلق بالإرادة، يتعلق بآلية الطعام، النظافة الشخصية، يتعلق أيضا بكمية الفيتامينات داخل الجسد. تمام محمد، يعني هذا الفيروس كما تحدثت وكما هو معروف لا يوجد علاج لهذا الفيروس، لكن بالتأكيد أنت تعرضت لعدد من ربما من الأدوية، ربما من الفيتامينز الموجودة أو المتاحة. شو نوعية الأدوية اللي كنت تأخذها محمد خلال فترة العلاج؟ كان تكثيف الكادر الطبي الصيني طبعا، وهو مشكور سلفا، كان تكثيفه على إعطاء أدوية مختصة بمضادات للفيروسات لتقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، طبعا فيتامينات وأدوية مختصة بالملاريا. هذه الأدوية كانت تعطى بشكل 3 وجبات يوميا، بخلاف كان الفحص الطبي اليومي، وطبعا أخذ صورة الأشعة كل مدة أسبوع، كل 3 أيام في الأسبوع. طبعا كان يتعلق أمر أيضا في اللي هو الصحة النفسية، يعني التعامل الأطباء كان متركز على أنه يكون الطبيب يعني هو الدواء نفسه إليه، في تعامله، في أسلوبه، في طريقة حتى التعامل معك، يعني في طريقة إعطائك للعلاج. تمام محمد، بالنسبة لوجودك أثناء فترة الحجر الصحي، هناك عديد أكيد صدفت المصابين بهذا المرض، تحكي لنا عن تجربتهم أيضا، يعني استمعنا منك لبعض التفاصيل في تجربتك. الغالبية كيف كانوا يتعاملوا مع الموضوع محمد؟ أنت تتحدث عن أخي الفاضل، أنت تتحدث عن فيروس قاتل، يعني أنت لا تتحدث بلا مؤاخذة عن نزهة، أنت تتحدث عن فيروس قاتل، كل إنسان ينظر إلى شريط حياته في دقائق بتلقائي. أنا فيما يخص نفسي، يعني أنا سافرت للصين للحصول على شهادة تعليمية لدرجة الدكتوراه، فسافرت لكي أبني مستقبلي، فجأة أشاهد شريط حياتي بمختصره، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا في حد ذاته كان هو لسان حال كل إنسان موجود في 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 في, في مصاب بهذا المرض. حتى أن رفاقي من باكستان وأصدقائي الذين أصيبوا بهذا المرض كان لديهم نفس الشعور. الأمر لا يتعلق بما أنت تشعر به سابقا، في أن يتعلق بما أنت ستراه فيما بعد. محمد نحن سعداء جدا بشفائك وسعداء بتواجدك معنا، وألف الحمد لله على السلامة، شاكرين لك.